إلى تذكير بأبرز وأهم العناوين. عمليات سامراء تنصب جسرا على دجلة لتأمين طريق ثالث لزوار الحسن العسكري عليه السلام، وتواصل حملة الإعمار في القضاء. محللون يؤشرون تراجعا بتظاهرات تشرين نتيجة التقاطع السياسي، ويصفون مهلة 25 موعدا لتشكيل الحكومة. رئاستي الجمهورية والوزراء على صفيح ساخن داخل البيتين الكردي والشيعي، والتوجه لمرشح واحد لجلسة الأسبوع المقبل. ومقتل واعتقال 5 إرهابيين في قواطع نينوى، والنزاهة تطالب الكاظمي سحب يد رئيس هيئة الاستثمار بعد انهيار الكرادة. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.